اجتمعنا اليوم في إقليم تورلت على مستوى ممثلين الإقليميين ديال الحركة الشعبية والممثلين الإقليميين ديال الجبهة الأمازيغية. الموضوع كان عندنا هو تنزيل اتفاقية الموقعة بين الطرفين، بين الحركة الشعبية والجبهة الأمازيغية. داولنا طريقة التنزيل والآفاق المشترك والمستقبل المشترك أيضا. طبعا احنا بصدد تحضير الآليات المحلية والإقليمية والجهوية تحضيرا للاستحقاقات المقبلة إن شاء الله، وغادي نديروا ربما نفس العمل على مستوى الأقاليم الثمانية، آملين في أن نساهم معا في دعم المؤسسات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية طبقا للقوانين التي ستصدر عن البرلمان المغربي بغرفتيه بناء على المشروع الذي صدق عليه في المجلس الوزاري خلال آخر هذا الأسبوع. نحن مسرورين جدا باش نشتغلوا مجموعين مع الإخوان ديالنا ديال الحركة الأمازيغية لما في خير بلادنا ومؤسساتنا وديمقراطيتنا. جول مرة إنك غحضان دانيتا. إذن بخصوص هذا اللقاء التواصلي، أقول لقاء تواصلي بين جبهة العمل السياسي الأمازيغي وحزب الحركة الشعبية، يعني كما هو متفق عليه على المستوى الوطني، يأتي هذا اللقاء في إطار تنزيل بنود الاتفاق الوطني مع الأحزاب السياسية، حزبي الحركة الشعبية وحزب التجمع الوطني الأحرار. إذن هذا اللقاء الذي نظم اليوم بمدينة العيون الشرقية يأتي في إطار التعريف أولا بجبهة العمل السياسي الأمازيغي، وكذلك كيفية الاشتغال مع هذه الأحزاب السياسية. إذن كان هذا اللقاء تنظيمي لنعرفها بالجبهة وكذلك المرامي ديالها. غادي يكون واحد اللقاء آخر، يعني لقاء تنظيمي بين ممثلين عن الجبهة العمل السياسي الأمازيغي فرع تورلت، كذلك المكتب الإقليمي ديال الحزب الحركة الشعبية لتداول في مجموعة من النقاط. إذا اتفقنا عليها فسنوقع اتفاقا بين الجبهة وحزب الحركة الشعبية يخص ما هو تنظيمي وكذلك ما هو انتخابي. عندما تحدث عن التنظيم كذلك تواجد المناضلين ديال الجبهة في الهياكل ديال الحزب. وشكرا أشرف مرسلين. اليوم كان عندنا واحد اللقاء مع الإخوان تاع جبهة العمل السياسي الأمازيغي بحضور الأخ محمد الفضيلي عضو المكتب السياسي، واللي هو كان من اللجنة اللي كانت في المفاوضات نتاع حزب الحركة الشعبية مع اللجنة وطنيا. اللقاء ديال اليوم هو لقاء تواصلي اللي غادي يتبعوا ان شاء الله لقاءات على الصعيد الإقليمي من اجل تنزيل الاتفاقية المبرمجة بين جبهة العمل الأمازيغي وما بين حزب الحركة الشعبية. بالصفة ديالي كمنسق إقليمي تاع حزب الحركة الشعبية كنرحب بهذه الفكرة، وإن شاء الله غادي نديروا لقاءات مع الإخوان باش نحطوا باش ننزلوا الاتفاقية إن شاء الله على الصعيد الإقليمي.